خلينا نرحب احنا وياكم اعزائي المشاهدين بضيف حلقتنا لليوم. يا هلا والله ومس هلا، وانا بصراحه سعيد اليوم بتواجدي معكم بالاستديو. طبعا اكيد احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا استاذ، ممكن تعرفنا بالاسم الكريم؟ ليش ما عندكم فريق اعداد؟ عندنا اعداد اكيد، بس انه حابين زي ما احنا حابين نعرف اسمك اكيد المشاهدين يبغون يعرفون اسمك. ايو لا انت شخصيه رهيبه جد ما شاء الله عليك. وش جاس انت؟ انا مبسوطه بوجودك معانا لليوم. وانا مبسوط بعد. سلامات، ايش فيها ذي؟ اعتذر منكم اعزائي المشاهدين. انا اعتذر بعد من المشاهدين. اهدي اهدي. بعدين تراني انا وقتي ثمين، اخلصي علي، عندي السؤال. طيب اوكي، انا اعتذر منك واعتذر منكم اعزائي المشاهدين، انا في عندي سؤال جدا بسيط اني ودي اعرفه واكيد المشاهدين ودهم يعرفونه. الافكار هذه، اللزمات هذه، الكلمات هذه من وين تجيبها؟ انا بصراحه في الاستراحه دائما اقول افيهات وقفشات، والعيال دائما يستمتعون لما اكون موجود، واذا صرت ماني موجود يدقون علي، وينك؟ تاخرت؟ سلامات، فيك شيء؟ يا عيالي دعس العمره ذا. المشكله هو اول واحد يجي الاستراحه واخر واحد يخرج منه، ما يحتاج نقول تعال اساسا. ليش ما قال اسامينا؟ ها الحين ارسل له بالواتساب. انا بصراحه عندي شكر، شكر لانه الناس يعني هذولي وقفوا معي من بداياتي، ولازم اقول اسمائهم على الهواء. اشكر اخوياي بالاستراحه ايو و ايو و ايو و ايو. وش ذا يا اخي؟ لا لا كذا كثير، كنت لازم كنت كنت معليش اعتذر منكم. انا اعتذر بعد. راسي ساكني، ابي قهوة. اجل اسمع، في كيان قدام. حلو، لبق عندهم. ابشر. اوف 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 اوف، وش للزحمة؟ طيب وش السوات؟ السوات خلى علي. لو سمحت عطني اثنين فلات وايت، اثنين كريبوتشيني. ابشر. استعجل بالله. وانا شخصيا استخدم هذا العسل على الريق. اسمعي، ممكن اسم قربه؟ تعالي تعالي هنا، طيري غيري الزاويه. يلا روح. وانا شخصيا استخدم هذا العسل على الريق علشان مشاكل القولون، وانصحكم يا متابعين عشان صحتكم تصير ايو استخدموه واسالوا مجرب. ها كيف طلع؟ اي زين. يا النصاب، الحين علبة مليانة، شلون تستخدم العسل كل يوم؟ أقول لا تدققين أنتِ، بعدين أعطيني الجوال بنزل ستوري، أشغلني هو عسله، كل شوي يدقدق يدقدق. طيب بالله بسألك، كم عطوك؟ أعطوني 10,000. كم لي؟ 100 ريال. أجل، دور لك أحد يصور لك القعيطي. هي ليش حذفتيه؟ تلعب أمامية، كرة عالمية، كرة توزيع جول. الله عليك، الله. هدف ايو ولا رائع جدا بمعنى الكلمه. وصلت الدور الاوروبي عاد، مستحيل. كيف ضبطت المعلق؟ عفو عليك، هون ذكاء التسويق يا ابوي. ما شاء الله عليك يا عامر، كيف تطلع منك هذه الافكار؟ عفو عليك بس يا حبيبي يا كفته، الناس تمشي عليها اي شيء، ودام طلعت ذي الكلمه وضربت والله لحللها تحليل. ياهو، هذه هي كلمه واحده، كيف لو الفت كتاب؟ هذا وجه واحد يالف له كتاب حده ايو يا رجال. لا يا شيخ، هذا شغل عيال العم اللي ينقهرون ويغارون، هذا يغار من ولد عمه، وهذا عيب عليك، استحلى وجهك، ترك معنا بالاستراحة. ها الزبدة عيال،
بكرة عندي افتتاح مطعم، مين يروح معي؟ حتى أنت؟ أكيد يا بيي. إيو وصل عامر يا بنات، وصل عامر. خلوهم بشويش على جمهوري، خلوهم. أي سؤال أي استفسار عندكم؟ أستاذ عامر ممكن نعرف إيه سر حب جمهورك لي؟ البساطة، البساطة والعفوية، زي ما أنت ما شاء الله عليك بسيط، لابس بدلة كرافتة حمراء بدون شعر، البساطة هي سر النجاح. شكرا يا فندم، شكرا كثير. عفوا عفوا ارجع جاي. أخوي عامر يقولون لك فيديو كليب جديد، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، أنا داخل السوشيال ميديا بكلمة، ما دخلت الاستعراض. لا داعي لا داعي. أستاذ عامر ممكن نعرف آخر أعمالك الفنية إيه؟ بتشوت فاول أنت، أرجع ورا شوي سام مشتبي. ممكن نعرف آخر أعمالك الفنية إيه؟ آخر أعمالي الفنية فيلمين، فيلم محلي وفيلم الثاني سفري، أقصد الفيلم الثاني في هوليوود. أوكي؟ نعم. وأنا أبجيب الممثلين اللي كنت أحبه وأنا صغير. نعم. يعني أي واحد كنت أحبه وتابعه وأنا صغير أبجيبه معي بالفيلم. هذا تحبني ولا لا؟ لا ما أحبك. ليه كنت أحب الدراهم. ها مشتبي. عامر وش آخر كلمة حاب تقدمها للجمهور؟ كلمتي الأخيرة مو أنا اللي بقولها، جمهوري هو اللي بيقولها. اخوي عامر حياك الله. الله يحييك. منورنا. نور نور هلا. الله يسعدك يا رب. تعرفنا مفتاح المطعم؟ اكيد. تفضل معنا. دقيقة بتفاهم مع ذا دقيقة. لا 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 عيوبي نفسه عندي، يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلة. لا هلا ولا مسهلة، على أساس مسمي الكشك حقك إيو؟ يا رجال أنا من جمهورك وأحبك وعجبتني كلمتكم حطيتها. لا يا شيخ تسترزق من وراي وتقول لي أحبك، أجل أنا بعد أحبك وبصورك الحين ها؟ وشفت هذولي كلهم، هذولي كلهم بيصورونك ويوثقون الجريمة حقتك، أوكي؟ يا حبيبي ايه وهذه انا تعبت عليها حقتي ما حد يقولها الا انا، تحسبها سهله؟ ما هي بسهله، وعلى فكره ترى موثقها انا، موثقه علامه تجاريه باسمي. ابشر ابشر. اقسم بالله امر مره ثانيه من هنا اشطف والقاك موجود لا اشتكيك في المحاكم، اوكي؟ محاكمه؟ وانتم يا شباب لا حد يشتري منا شاي، اوكي؟ اوكي. واحد 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 يا عيال. واحد. من زمان ما شفناك ابو فوزي، ما في مسلسلات اعمال شيء جديد؟ بيني وبينك يحسبون اننا كبرنا، لكن احنا اذا جانا النص الجيد اشتغلنا، انا حاضر. ما يكلموكم بمسلسلات في رمضان؟ شكلهم ما عاد يبغونا، لا انا ولا جيل الروح زملائي. عندهم تاريخ كبير وضاف لأي عمل. الله يعطيك العافية على هالإطراء هذا. وهلا هيدا البراندينج لكلمة إيو. ما تفهم إيو. إيو عقولتك. كلمة إيو طالعة من تمك مثل العسل بتعقد. هلا ماركة الملابس هيدي منا كل شيء، لا في اشياء كتير قدامنا رح نعملها، منتجات كتير رح تكون تحت اسم إيو. هيدا المنتجات انت ضامن ربحها، بتعرف ليش؟ لانه جمهورك يخزي العين شو بيحبك، يخزي العين شو بيعشقك. طيب وش الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية؟ ولو انت بتشتغل مع شاربل اللي بيطلع ما بينزل، الخطوة الجاية رح نعمل لك شي غنية بتعقد بتضرب ضرب، وهيدا الغنية رح تخلي منتجاتك بالسوق on fire. Hey.
عيونك طالع عيونك تدمع لا تكلمني لا تكلم يا اخوي تفهم ولا ما تفهم اتحداك الاي والبطل بالسوشال ميديا الاول حققت الشهرة يا هو ايه وهي الاجمل سويت اللي ما سووه كل ما خلتني مشهور ايه ودتني فوق واتشكر كل الجمهور جمهوري احساسه وذوق ذوق خلوني أشهر الناس ولهم عندي كل تقدير على العين فوق الراس وبعد الشهرة ما تغير أنا كذا دايم وافي وعمري ما تنقر